بسم الله الرحمن الرحيم. أكو بكتيريا اللي هي ستريبتوكوكاس نيموني، المكورات المسبحية الرئوية. هذه ضمن المحاضرة رقم 12-13، موجودة خلف هذا المخطط وراء الانتيروكوكاس. راح تلقون رقم 4 ستريبتوكوكاس نيموني. راح أقرأها إن شاء الله، هذا راح أسوي الفيديو تقريبا بربع ساعة. مكان موجود ضمن الفيديو اللي نزلته بثلاث بارتيشنات، صارت خاصة بهذه المحاضرة. زين، يعني هذه ما موجودة بالفيديو اللي نزلتهن بالثلاث بارتيشنات. بقسم من الشرح موجود أثناء الشرح، لكن هذه بالتحديد ناقصة، فراح أكمل لكم إياها إن شاء الله. ستريبتوكوكاس نيموني مورفولوجي، الشكل مالتها طبعا مثل ما تعرفون ستريبتوكوكاس نيموني هي جرام بوزيتيف كوكاي أو كوكساي، هي مكورات موجبة لصبغة جرام، يعني يطلع لونها شونة بلو تحت المجهر. إن بيرز ديبلو كوكاي، يعني راح تكون ثنائية، مكورات ثنائية موجبة لصبغة جرام، ديبلوكوكاي ديبلو يعني اثنين، والكوكاي مكورات ثنائية. سلايتلي elongated كوكاي راح تكون ذات استطالة قليلة، مكور يعني هي شكلها مكورات لكن بيها استطالة، فتكون كوكوبا سلاي تقريبا. اوكي، with one end rounded، مع نهاية تكون شلونها مدورة. نان موتل غير متحركة، نان سبورينج غير مكونة للسبورات. all freshly isolated strains are capsulated، إذا كان أنت ماخذ هذه البكتيريا وعازلها فريش بعدها جديدة، فهذه السلالات المعزولة الجديدة تحتوي على كبسول. and the capsule encloses each pair، وهذه الكبسولة راح تكون شلونها موجودة كل اثنين سوا من البكتيريا، كل اثنين احنا قلنا ديبلوكوكاي، كل اثنين تكون محاطة بكبسول، كل اثنين كل زوج يكون محاط بكبسول. نشوف لنا فد صورة سريعة عليها حتى تظل ببالنا. هذه البكتيريا الأولى وهذه البكتيريا الثانية، إذا هي الديبلوكوكاي وقلنا بيها شوية استطالة. زين، وكل اثنين تكون محاطة بكبسولة، إذا هذه هي الستريبتوكوكاس نيموني. هذه فقط للإطلاع بس حتى تعرفوها. زين، الكلتشرال كاركترستكس بالنسبة إلى الصفات المزرعية إلها، they are aerobes، هي هوائية، facultative anaerobes، هوائية لا هوائية اختيارية، يعني تعيش بوجود الهواء وبعدم وجود الهواء، يعني هوائية لا هوائية اختيارية. it grows best in air or hydrogen، هي تنمو بشكل جيد وأفضل بوجود الهواء، يعني بوجود الأكسجين بعد وبوجود الهيدروجين وأيضا ثاني أكسيد الكربون. هذه النسبة جدا مهمة، من 5 إلى 10% ثاني أكسيد الكربون، هذه الصفة جدا مهمة، تحفظوها طلاب. إذا وين حتركزون؟ أنه ستريبتوكوكاس نيموني هي جرام بوزيتيف ديبلوكوكاي، وتكون محاطة بكبسولة، وهذه الكبسولة encloses each pair، تكون محاطة باثنين اثنين. بعد شنو راح تكون تحتاج حتى تنمو الى من 5 إلى 10% ثاني اكسيد الكربون. بالنسبه الى البايو كيميكال رياكشن شلون راح اشخصها؟ راح اشخصها ب هذه الاختبار اللي هو او اختبارين رئيسيه اللي هو الانيولين فرمنتيشن والبايو سولوبيليتي تيست. الانيولين فرمنتيشن هو تخمر الانيولين. النيموكوكاي فيرمنت انيولين، المكورات الرئوية، من اقول نيموكوكاي هي نفسها من ستريبتوكوكاس نيموني.
ستريبتوكوكس نيموني هي نفسها من أقول نيموكوكاي المكورات الرئوية. هذه تنتبهون على هذا المصطلح. تخمر الأنيولين with the production of acid without gas. تخمر الأليوني وتنتج الحامض بدون غاز. Fermentation of anilin by pneumokai is a useful test for differentiating them from streptococci as the latter do not ferment it. يعني هذا الاختبار راح يكون هو من الاختبارات المهمة لتفريق المكورات الرئوية عن الستريبتوكوكاي الأخرى اللي هي ليست لها القابلية على تخمير الأنيولين. يعني مختصر الكلام هذا يميز بين المخمرة وغير المخمرة للأنيولين. زين، بالنسبة إلى نيموكوكاي مخمرة تنتج حامض بدون غاز. الاختبار الثاني وهذا مهم اللي هو قابلية البكتيريا على إذابة أملاح الصفراء bile solubility test. هنا نشرح الاختبار بسيط اللي هو grow the isolate to be tested for 18 hours at 37 centigrade in 5 ml serum digest broth or infusion broth. يعني راح ناخذ البكتيريا ونخليها ب تيست تيوب يحتوي على 5 مل من السيرم ونخليها بدرجة حرارة 37 درجة مئوية ثاني يوم اللي هي من 18 إلى تقريبا 24 ساعة. هنا طبعا هذا يعتبر كوسط يعني نمي بالبكتيريا. زين، فهو سائل او مرق هاضم وايضا يسمى بالانفيوجن بروث. يعني انه هذا الوسط راح يكون هو وسط سائل غني نوعا ما وهو وسط هاضم. هسه صار عندي شنو؟ عندي بكتيريا وسيرم حضناها. ورا الحضن ايش راح نسوي؟ while still warm وهو دافي، اول ما تطلع التيست تيوب من الحاضنه راح تكون ايش قد درجه حرارتها؟ 37 درجه مئويه. ايش راح تضيف؟ 0.5 مل من 10% املاح الصفراء. راح تضيف لها add 0.5 مل of 10% bile salt اللي هو شنو هي املاح الصفراء؟ هي عباره عن صوديوم دوكسيكولايت سوليوشن. زين، هذه هي المكون او المركب الكيميائي لاملاح الصفراء. وبعدها نعيد التيوب التيست تيوب الى الحاضنه ري انكوبيت ات 37 سنتيغريد. صار عندي سيرم حضناه، سيرم وبكتيريا حضناها. ورا الحضن ايش راح تضيف له؟ 0.5 مل من 10% املاح الصفراء ورجع مرة ثانية إلى الحاضنة. المكورات إذا كانت المكورات الرئوية موجودة عندنا بالنموذج فش راح تسوي؟ lyse within 15 minutes and the initially turbid culture becomes clear and transparent. إذا كانت المكورات الرئوية موجودة فش راح يصير بيها؟ راح تتحلل خلال 15 دقيقة، وبالتالي الـ 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 الوسط راح يتحول من عكر إلى شنو؟ يصير صافي وشفاف. ليش؟ لأن البكتيريا تحللت. نيموكوكاي are soluble in bile. النيموكوكاي تذوب في أملاح الصفراء. أما الفيريدانس اللي هي ستريبتوكوكاس فيريدانس and other streptococci are not. إذا ستريبتوكوكاس نيموني تذوب soluble بالصفراء. هذه العبارة جدا مهمة. أما بقية الأنواع التابعة إلى جنس ستريبتوكوكاي are not، لا تذوب. فهذه هي الاختبار.
شوفي هنا هذه بكتيريا، اوكي، ولو هنا شوية هي مو واضحة الصور اللي هو دازيها زين. هنا شوف شلون صار، هذا عكر، وهنا ما بيها عكورة، وستطلع لكم في الصورة واضحة من النت. هذه نفس الصورة موجودة عندكم بالمحاضرة. شوف هذا مو عكر كلير، بينما هذا التيوب عكر. هذا ما بي نمو، تحللت ستريبتوكوكس نيموني لايست ان بايل، فتظهر شفافة. هذا التيوب ليش تحللت ستريبتوكوكس نيموني. اما ستريبتوكوكس مايتس والفيريدانس والانواع الاخرى التابعة لستريبتوكوكس ار نوت لايست باي بايل، لا تتحلل بواسطة الصفراء، املاح الصفراء. فشوف الظل عكرة. زين اروح على هذا الاختبار اللي قلنا عليه، تخمر الانيونين راح ينطي لون وردي تقريبا محمر، زين معناتها بوزيتيف تخمر الانيولين. زين الفحص الاخر راح يكون هو الاوبتوشن سنسيتيفيتي، طبعا هي هذا 1 2 راسا رايح على رقم 3 المفروض هو هذا اوبتوشن سنسيتيفيتي. الاوبتوشن سنسيتيفيتي سبق انه شرحناه بالمحاضره خلال اليومي، هو عباره عن ديسك مشبع بمركب الاوبتوشن. الاوبتوشن او الماده الاوبتوشن، شنو الاوبتوشن؟ هذا فقط للاطلاع شنو الاوبتوشن. الاوبتوشن هو عباره عن اثيل هيدرو كيوبرين هيدرو كلورايد، هذا فقط للاطلاع حتى تعرفون يعني انه هو شنو هذا المركب. الشركه تحضره تاخذ ديسك وتشبع بمركب الاوبتوشن. هذا راح نستعمله للتفريق بين ستريبتوكوكس نيموني وستريبتوكوكس مايتس، وعندنا بقية طبعا الأنواع الأخرى اللي هي التابعة إلى جنس الستريبتوكوكس. نزرع البكتيريا مثل الفحص الحساسية ونخلي عليه الديسك، نحضنه ونجي ثاني يوم نشوف. إذا كانت البكتيريا حساسة، حساسة يعني شنو؟ يعني تنكتل بواسطة الأوبتوتشن، راح نشوف ماكو نمو حولها. إذا هذه معناتها شنو؟ الاختبار بوزيتيف، فمعناتها أنه الستريبتوكوكس نيموني ساسبتبل تو أوبتوتشن. زين هذا مهم، احنا راح نقرأ فقط النتيجة، يجيبوا لكم اياها هذه بالامتحان، وراح اجيب لكم اياها بالامتحان. ستريبتوكوكس نيموني ساسبتبل تو اوبتوتشن، حساس يعني تنقتل بالاوبتوتشن. اما البكتيريا الاخرى اللي هي ستريبتوكوكس مايتس فراح تكون ريزيست، هاي البكتيريا ريزيست قاومة الاوبتوتشن، فراح تنمو غصبا ما على الاوبتوتشن. زين فراح تكون راح تكون ريزيست تو اوبتوتشن. ستريبتوكوكس نيموني ساسبتبل او سنسيتيف، والمايتس راح تكون ريزيستنت. بالنسبه عندنا الى اللابوراتوري دايجنوستس، اذا السبيسيمنز، السبيسيمنز هنا المكورات الرئويه راح تسبب ذات الرئه النيموني، وبالتالي اذا هي راح تصيب الجهاز التنفسي، وبالامكان انه تنتقل الى اماكن اخرى بالجسم، فتوصل الى السي اس اف وتوصل الى البلد. فاذا النموذج راح يوصلك للمختبر من المريض مالتك راح يكون شنو؟ سبيوتم، لانج اسبيريت، بلورال فلويد، سي اس اف، بلد ار كولكتد اكوردنج تو ذا سايد اوف ليجن. سبيوتم سبيسيمنز must be mucus from the lungs rather than samples of saliva. اذا احنا شنو عندنا؟ نماذج بلغم، السوائل اللي تطلع من الرئتين، السوائل زين، اللانج اسبيريت، بلورال فلويد زين، ايضا هذا راح ممكن يوصلك سي اس اف والدم. بالنسبه طبعا هذه كل نموذج يجمع حسب مكان الالتهاب او مكان الليجن. زين فهنا بالنسبه للنموذج السبيوتام
القشع يجب أن يحتوي على المخاط اللي جاي منين؟ من الرئتين، ولا يمكن أخذ السلايفة، لأن باللعاب ما راح تطلع لك البكتيريا. وين راح تطلع البكتيريا؟ بالمخاط الموجود البلغم. شنو الشغلات اللي راح نسويها؟ مايكروسكوبي اند انتيجين ديتكشن. راح نسوي جرام ستين او سبيوتم سبيسيمنز از ا رابيد واي تو دايجنوز نيموكوكال ديزيز. هي الطريقة السريعة لتشخيص المرض التهاب الرئتين او ذات الرئة. If the smears are gram positive lancet shaped diplococci. إذا كانت المسحة مالت الجرام ستين تحتوي على بكتيريا موجبة لصبغة جرام ثنائية، اثنين اثنين مكورات ثنائية، وشكلها يشبه اللانسيت. اللانسيت يعني مثل الرمح القصير. زين، فإذا هذه شنية؟ هذه الصفات الرئيسية للستريبتوكوكس نيموني. هاي تحفظوها. presumptive diagnosis of pneumococcal pneumonia may be made. يعني راح يكون الشيء التكهني ممكن يكون انه هذه هي شنية ستريبتوكوكس نيمونيا. A centrifuged deposit of the CSF should be examined immediately in a gram film in case of meningitis, and presumptive diagnosis may be made by finding gram positive diplococci. إذا أنت عندك قشع بلغم تسوي له جرام ستين، وإذا عندك يعني مباشرة تفرشه على السلايد وتصبغه بصبغة جرام. أما السي اس اف فلازم شون تسوي؟ لازم تسوي له سنترفيوجيشن. يلا بعدها تاخذ من الراسب وتفرش الراسب على السلايد ثم تصبغه بصبغة جرام. وإذا طلعت لك نفس هذه الصفات معناتها البكتيريا اللي عندك هي ستريبتوكوكس نيموني. بالنسبة إلى الكلتشر، الكلتشر جدا مهم، أنه ستريبتوكوكس نيموني راح نزرعها على وسطين، اللي أو بالتحديد راح يكون على تشوكليت أجار. إذا راح نزرعها على البلاد أجار والتشوكليت أجار. والتشوكليت أجار إلى تسمية أخرى جابوها بالامتحان، اللي هي هيتد بلاد أجار، يعني الدم المسخن. زين، الدم المسخن ليش؟ لان احنا نضيف الدم الى الوسط وهو حار اعلى من 60 درجه مئويه حتى تتكسر كريات الدم الحمر ويطلع الهيموغلوبين وتستفاد البكتيريا من الهيمين. فاذا البكتيريا راح ازرعها على بلاد اجار والهيتد بلاد اجار اللي هو نفسه تشوكليت اجار، ونحضنها بالهواء in air with 5 to 10% CO2. نحضنها بالهواء بوجود، يعني نخليها بالحاضنة، بس لازم توفر لها بالحاضنة من 5 إلى 10% ثاني أكسيد الكربون. هذه البقية احنا شرحيها بالمحاضرة.